صباح الخير. بالنسبة صباح النور. للتغيرات المناخية، يعني هي ظاهرة ترافقت مع النشاط الصناعي بالعالم، يعني بعد حدوث الثورة الصناعية منتصف القرن التاسع عشر بدأت الصناعة تعتمد على الوقود الأحفوري اللي هو النفط والغاز والفحم. هذا الوقود يعني بيصدر كميات من غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان بشكل أساسي، أهم الغازات. هذه الغازات يعني تصعد إلى الغلاف الجوي وتشكل طبقة عازلة تمنع أشعة الشمس المنعكسة من الخروج خارج الغلاف الجوي، وبالتالي تسخن الغلاف الجوي يعني المنطقة بين الغلاف الجوي أسفل الغلاف الجوي وسطح الأرض، فترتفع درجة حرارة الأرض عبر مدى السنوات. يعني معدل الارتفاع، معدل حرارة الأرض يرتفع. هذا الارتفاع يعادل عدة يعني درجة أو درجة ونصف حتى الآن، يعني لكنه يغير كثيرا من أنماط الطقس، أنماط الطقس اليومية. نشير دائما لكلمة المناخ على أن يعني أنماط الطقس على المدى الطويل، على مدى سنوات أو عقود، لكن أنماط الطقس اليومية هي اللي بنشهده بين ارتفاع درجة حرارة أو هطول أمطار أو تغير درجات الحرارة خلال اليوم الواحد. طيب هذا التغير طبيعي؟ اللي نحن نعم. عم نشهده نعم. طبيعي مثلا؟ هي الدرجة الكبيرة من التغير؟ لا أبدا، هي تغير أنماط الطقس هذه الأخيرة بنسميها يعني أنماط طقس متطرفة ليست طبيعية، وهي سببها الأساسي حتى الآن يعني تغير المناخ. تغير المناخ يؤدي إلى تغير في يعني نظام الطقس العالمي، ويؤدي إلى يعني ظواهر طقس غير معتادة اللي بتشمل الجفاف لسنوات المتكرر لعدة سنوات لفترات طويلة، تشمل الأمطار الغزيرة وخصوصا الأمطار الصيفية اللي نشوفها واللي بتسبب هذا النوع من الفيضانات الغزيرة، بتسبب أيضا ارتفاع درجة حرارة بشكل كبير في مناطق لم تعتد هذه درجات الحرارة. يعني شفنا أوروبا اللي هي من الدول ذات الطقس البارد أصبحت تعاني من ارتفاع درجة حرارة، وأصبح فيها وفيات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في الصيف. شفنا حتى جفاف أنهار في أوروبا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. هذا النمط من الطقس المتطرف مرتبط بتغير المناخ اللي أصبح يعني بوضع حرج حاليا، أصبح من الصعب يعني تداركه. أصبحنا في مرحلة يعني يجب أن نتكيف فيها مع تغيرات المناخ بدل إيقافها، لأنه يعني هذا يعني الموضوع تقريبا نعم بتقصد فيه تقريبا انه أصبحنا نحن غير قادرين. حنستمر بهذا النمط من التغير البيئي او التغير المناخي؟ ويعني دائما يقال انه نحن متشائمون يعني بالمجال البيئة، لكن هي هذا الواقع. يعني الواقع انه طالما استمر نشاط الانسان في هذا الحد ويتزايد ايضا النشاط الصناعي له، تستمر الاسباب المؤدية لظاهرة الاحتباس الحراري، وبالتالي ستبقى درجة الحرارة ترتفع باستمرار ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة. أصبحت يعني الآن حتمية، يجب أن تجرى خلال عقد من الزمن التوقف طيب شو هي عن الأمور اللي لازم تتبع فعليا، علما أنه في مؤتمرات دولية للمناخ بهذا الخصوص، لكن يبدو ما كانت عم تأثر بشكل حقيقي على الأرض لو وصلنا لهي المرحلة؟ طبعا يعني خمس يعني 27 مؤتمر مناخ سابق خلال من 1994 حتى الآن، يعني كلها يعني كانت بدون نتيجة على أرض الواقع. كانت توصيات، هذه التوصيات لا يتم اتباعها لأنها تصطدم يعني بمصالح دول كبرى، مصالح الدول الصناعية التي غير يعني هي قادرة على الانتقال أو عن الاستغناء عن الوقود الأحفوري والاعتماد على طاقات جديدة، لكنها تحسب حساب التكاليف، تحسب حساب الخسائر، خسائر تجارة النفط. كل هذه الحسابات تمنع الدول من اتخاذ إجراء حاسم. لكن يعني بدأنا في أوروبا نشاهد توجه حقيقي نحو السيارات الكهربائية أو نحو الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في الصناعة وفي المنازل. يجب يعني مضاعفة هذا الجهود للانتقال إلى الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة التي لا تصدر هذا النوع من الانبعاثات. يجب تقليل الانبعاثات بشكل كبير خلال العقد الأخير،
والا سترتفع درجه حراره، يعني متوسط درجه حراره الجهود الدوليه حاليا هي لخفضه الى حدود 1.5 او 2 درجه باقصى حد بحلول عام 2050. لكن هذه الجهود يعني لم تقلل بالنجاح، وربما تصل الى بنهايه العقد يعني الى 4 درجات ارتفاع درجه حراره الى 4 درجات مئويه، وهذه يعني قد يصعب فيها الحياه اذا لم نتخذ اجراءات كافيه، مثل كما ذكرت يعني زياده الاعتماد على الطاقه المتجدده والطاقه النظيفه، ايضا اعاده ما فقدناه من غطاء نباتي، لان النباتات تقوم بدور كبير او الغابات تقوم بدور كبير في تنقية الجو من الملوثات ومن الغازات المسببة للاحتباس الحراري. كل هذه الخطوات يجب أن تبدأ بها الدول على نطاق يعني كبير، على نطاق مشاريع كبيرة، ودعم الدول غير القادرة. معظم دول العالم غير قادرة. غير قادرة وهي تتأثر أكثر، يعني منطقتنا العربية من الدول الفقيرة أو النامية صناعيا، لكن الأكثر تأثرا بتغير المناخ وبآثار تغير المناخ الناتج عن صناعات تتركز في 3 أو 4 دول كبرى، في الولايات المتحدة وفي الصين وفي الاتحاد الأوروبي، هي الدول يعني الأكثر تسببا بهذه الظاهرة، لكنها قادرة نوعا ما على التكيف، على إعادة بناء يعني ما تخسره، بعكس الدول شو الفقيرة سبب قدرتها على إعادة التكيف بمقابل الدول العربية مثلا يلي عم تكون سبب أقل بهاي الانبعاثات لكن متضرر أكبر منها؟ يعني الإمكانيات كاقتصاديات كبرى قادرة على تحمل تكاليف الانتقال، يعني الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة مثلا، انتقال من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية بيلزم استغناء عن قطاع صناعي كبير. هذه الدول النامية والدول الفقيرة غير قادرة على تحمله، لكن نوعا ما قادرة خلال 10 سنوات مثلا بعض الدول الأوروبية أن تلغي السيارات التقليدية بشكل نهائي وتعتمد على، وهذا بدأ في تشريعات في أوروبا، يعني بحظر مثلا حظر السيارات التقليدية أو حظر السيارات العاملة على البنزين والسولار خلال عام 2035 أو عام 2040، في هناك هذا التوجه. لكن منطقتنا حتى الآن يعني يوجد صعوبة في الانتقال، يعني السيارات الكهربائية لم تنتشر حتى الآن، بعض الدول لا يوجد فيها إلا كهرباء؟ عدة مئات من السيارات، يعني لا، وفي دول أصلاً ما عندها كهرباء لحتى تقدر وتعاني طبعا تعتمد عليها. من موضوع شحن السيارات الكهربائية، لأن تحتاج محطات شحن وبنية تحتية جديدة يجب أن تتأسس، وهذا كله تكاليف يعني أعمال مكلفة. بعض دول الخليج الغنية يعني ممكن يكون الوضع فيها أفضل حاليا، لكن نتكلم عن السواد الأعظم، يعني هو كدول عربية غير قادرة على يعني عم تعاني اقتصاديا وتعاني ايضا من حروب او نعم مشاكل ومن حروب داخلية. ومن صراعات، وحتى صراعات نتيجة تغير المناخ، يعني أو صراعات على المياه أو صراعات على مواجهة آثار تغير المناخ. طيب، في نظرية اللي عم يحكوا فيها البعض بيقولوا انه هاي التغيرات المناخية ما أنا وليدة الانبعاثات ولا أنا وليدة المشاكل والتغيرات المناخية، انما هي فعليا مفتعلة او في سلاح جديد اختراع بشري عم يغير بإعدادات المناخ بحيث أنه يسبب كوارث لتخفيض عدد سكان الأرض. شفتها بأكثر من محل، ما بعرف إذا يعني فعلياً هو اللي عم هو يحكوا بهاي هو النظرية مقتنعين فيها، لكن أنا عم بسألك عنها. لا هي يعني هي في نظريات، يعني كثير من نظريات المؤامرة اللي بتدعي أنه في مؤامرة لتخفيض سكان الأرض، حتى الزلازل في ناس صارت تكتب انه ما هن ربطوا الزلزال الزلازل، نعم بالإعصار الزلازل بكله. مفتعله، او الامراض ان امراض مفتعله لتخفيض عدد السكان، لكن يعني هي نظريات ليس لها اساس من الصحه. النظريه الاخرى لتغير المناخ هي انه تاثير الكوني او تاثير الاشعاعات الشمسيه، وهي نظريه يعني صحيح نعم، يعني الحركه او يعني النظام الشمسي خلال ملايين دوران السنين الأرض. طبعا يؤثر على مناخ، لكن هذا يؤثر عبر
آلاف ومئات وملايين السنين، يعني لا يؤثر كما شاهدنا. لكن نحن نتحدث عن تأثير حدث خلال 150 عام من بدء الثورة الثورة الصناعية الصناعية. حتى الآن، ونشاهده في العقدين الأخيرين. يعني في العقدين الأخيرين بدأنا نشهد درجات حرارة لم يشهدها التاريخ. كان شهر تموز الماضي أكثر شهر ارتفاع حرارة في تاريخ صحيح. درجات الحرارة المسجلة. هذا يعني أصبحنا أمام ظاهرة شديدة، لم يعني لا يمكن تفسيرها بأن نشاط إشعاع شمسي، لأن الظاهرة تحدث بشكل متسارع جدا، طيب، ولا يمكن تتبع تفسيرها ب الكوارث بيعطي فكرة عن منشأة؟ مثلا يعني إذا تبعنا الإعصار يلي ضرب، الإعصار دانيال، كان ضارب بالبداية باليونان واتجه باتجاه ليبيا، ويقال بأنه حاليا باتجاه مصر أو المناطق الساحلية بمصر. إذا الواحد اتبع حركة هذا الإعصار، هل بيعرف السبب أو المنشأ لإله؟ أو بيكون الموضوع مجرد تفاعل أو تغير مناخي أدى لحدوث هذا الإعصار وكبر على درجة الحركة اللي هو فيها مع شدة الرياح أو حتى حركة الكوكب؟ نعم، يعني الظواهر اللي بنشوفها حاليا اللي سميتها ظواهر متطرفه، يعني سميت متطرفه او هي مفاجئه لانه لا يمكن توقعها في اللحظه. يعني عاده تكون مثلا في الشتاء مثلا الامطار معروف كيف تتشكل، الامطار الصيفي الشتويه عفوا، وكيف تتحرك الغيوم او حركه المنخفضات الجويه تكون مدروسه ومعروفه. لكن في ظل تغير المناخ أصبحت هناك يعني بعض عوامل الطقس تتغير بشكل مفاجئ. مثلا ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف يؤدي إلى زيادة كثافة السحب الركامية في طبقات الجو العليا. هذا لا يحدث في الشتاء لكنه بدأ يحدث في الصيف. تتكاثف هذه الكميات الهائلة من البخار وتسقط على شكل أمطار غزيرة وتسبب فيضانات وأعاصير. لذلك يعني هي ظواهر مفاجئة ومتطرفة لا يمكن التنبؤ بها الآن، لكن طبعا من خلال دراسة هذه الأنماط لعدة سنوات قد يمكن الوصول إلى نمط للتنبؤ نوعا ما. لكننا حتى الآن نتحدث عن ظواهر تحدث مفاجئ. بشكل مفاجئ وغير متوقع. يعني حتى المدن التي كانت لا تحدث فيها أعاصير أو لا تحدث فيها ثلوج، أصبحنا نجد مثلا ثلوج في الكويت أو في السعودية أو في غيرها. هذا يعني هذا غير متوقع. حتى يعني حتى في قبل عامين حدثت في ألمانيا سيول مفاجئة وأدت إلى وفيات، مع أنه يعني نتحدث عن بلد متقدم ومفترض أن يكون يعني لديه إمكانيات لتصريف هذه الكميات من الأمطار. يعني حتى الولايات المتحدة المتطورة اقتصاديا كان عندها لكن كوارث. غير لأن غير يعني ظواهر غير متوقعة لا يمكن تنبؤ حتى بأضراره. يعني لا أحد يتصور أنه أعصار أو فيضان خلال ساعات يعني للأسف يعني يقتل عشرات أو عشر كما ذكرت، يعني يمكن أن تصل إلى 10,000 ضحية. هذه كلها تبعات غير مدروسة لتغير المناخ، ويجب طبعا يعني الحد من السبب الأساسي لتغير المناخ وهو طيب، في في سؤال الاعتماد على بيتراود للناس انه هذا الاعصار الكبير اللي مرق بكتير دول ودمر مساحات واسعة بطريقه، كيف حيوقف بالاخر؟ كيف حينتهي؟ مثل ما اجى من العدم حيروح للعدم، ولا في طريقة لايقاف هذا الاعصار مثلا؟ يعني ظواهر هذه الظواهر تتباطأ بشكل طبيعي عندما يعني الأسباب المؤدية يعني تقل. إذا كان هناك كميات كبيرة من السحب التي تسبب مثلا أمطار غزيرة، بالنهاية يعني ستنتهي هذه الكمية أو هذه الأمطار. إذا كان هناك رياح تتولد نتيجة يعني احيانا اصبحنا نشاهد اعاصير او رياح مفاجئه ايضا، هي تتولد نتيجه فرق الضغط بمناطق اختلاف درجات الحراره، بتختلف درجات الحراره بين منطقه يتم تسخينها بشكل كبير ومنطقه ابرد قليلا، فتتحرك كتل هوائيه بشكل كبير نحو الضغط المنخفض، وهذا يؤدي الى رياح عاتيه. بعد ذلك يعني تخف سرعة الرياح وتخف الأعاصير. يعني الأعاصير أو الفيضانات عادة يعني هناك فيضانات تحدث بشكل مفاجئ تستمر لعدة ساعات، وهناك فيضانات طويلة المدى قد تستمر لأيام وأسابيع.
نأمل أن يعني أن تكون أن تتوقف هذه الظواهر يعني مؤقتا، يعني حتى يتم يتاح الفرصة للعمليات الإغاثة والإخلاء، و يعني مع يعني الأسف يجب الوضع كتير كارثي بليبيا. يجب أن يتم يعني يجب أن يتم تطوير تقنيات للمرحلة القادمة. ذكرت لك في البداية أنه نحن غير قادرين على وقف آثار التغير المناخي، لكن قادرين على التكيف معه. من أساليب التكيف هي التكيف التكنولوجي، يعني يكون لدينا أنظمة إنذار مبكر متطورة أكثر من تعتمد على قياسات دقيقة، على أنماط ذكاء اصطناعي تتوقع أحوال الطقس. هذه ممكن أن تساهم نوعا ما في التنبؤ بهذه الظواهر المفاجئة.